أهلاً يا زوجي، يبدو أنك قد عدت. لقد تأخرت اليوم كثيراً بالرجوع إلى البيت. هل هنالك ما يشغل بالك؟ كان لدي عمل كثير هذا اليوم، أشعر بالتعب الشديد. للأسف لن أنال قسطاً من الراحة. بعد قليل سوف يأتي مسؤول العمال أون للقائي. أظن أن أخي الصغير سوف يزورنا الليلة أيضاً. حتى وإن جاء لن يكون لدي وقت لمقابلته. لقد أخبرتك الآن أنه لدي لقاء مهم مع مسؤول العمال. لدي حديث طويل معه ويجب أن أنهي معه بعض المشكلات. ولكن أين ذهبت الجارات اللواتي كن عندك؟ لديهن مشاغلهن الخاصة. لقد خرجنا منذ قليل معا قبل وصولك بدقائق، ولم أشأ أن ألح عليهن بالبقاء لأنني متعبة أيضا، وأحببت أن أجلس قليلا مع نفسي ريثما تعود. كذلك أصدقاء التجار لم يأتوا اليوم للسهر معنا في بيتنا كما هي العادة. يبدو أن لهم أعذارهم الخاصة بهم. لا مشكلة، المهم أن أعمالنا تتم بهدوء وننجح بها دائما. ولكن أين ابننا أولاف الصغير؟ لم أشاهده اليوم أبدا. سمحت له بالخروج قليلا في نزهة مع دينا حتى يتنفس قليلا بعيدا عن ثرثرات الجارات هنا. سمحت له بالتنزه مع دينا؟ يا لها من صبية طائشة، دائما تسبب لنا المتاعب. للأسف هي غالبا لا تدرك ماذا تفعل. فليحمينا الله، أعتقد أنه بسبب دينا وبسبب شقيقك سوف تتأذى أسرتنا كثيرا. ماذا لو عرف الناس بأسرارنا العائلية؟ سمعة المرموقة كأحد أعمدة المجتمع في هذه البلدة سوف تهتز كثيرا. لم أكن أتوقع أن يعود من أمريكا بعد كل هذه السنوات. عودته سوف تفتح في وجهنا الصندوق القديم للعائلة وتنفض الغبار عن أسراره. أرجوك لا تفكري بتلك الأحداث القديمة الآن، تباً لها. وبماذا سوف أفكر؟ إنه أخي ويعرف كل شيء، وسوف يسبب لنا الكثير من المنقصات إن لم يرحل مجدداً ويدعنا بشأننا. أنت تبالغين كثيراً بمخاوفك. قد يعتقلونه ويسجنونه بسبب نقود المرحومة أمك التي اختفت بشكل غامض قديماً. هراء، كل هذا الكلام هراء، مجرد كلام. لا يستطيع أحد أن يثبت أن هنالك نقوداً مفقودة. ولكن كل أهالي البلدة يعرفون منذ سنوات بهذا الشيء، حتى أنت كنت تتحدث أحياناً حول موضوع أمك ومالها المفقود. أنا لم أقل أي شيء، وأهالي البلدة ليس لديهم سوى الشائعات والثرثرات التي يتسلون بها في سهراتهم الدافئة حول المواقد كل ليلة. صحيح يا زوجي، إنها مجرد شائعات وثرثرات، ولن يستطيع أحد تلطيخ سمعتك الكبيرة. إنها سمعة أكبر وجهاء البلدة. لا داعي لإثارة تلك الذكريات القديمة، دعيها منسية في أعماق العقل يا عزيزتي. أنت تعذبينني بنبش الماضي المؤلم. لا أعرف لماذا بدأ الماضي بالظهور الآن فقط بعد كل تلك السنوات، وأنا في هذه اللحظة بأمس الحاجة لأن تقفوا جانبي حتى أحصل على الدعم المعنوي. على أهل البلدة والصحافة أن يقفوا إلى جانبي في هذه الفترة المضطربة. إذا عرف أحد بما جرى في الماضي، عندئذ سوف تتسرب القصص للصحافة ونصبح الحديث المفضل لجميع أهل البلدة. نعم للجميع، حتى للأصدقاء، لأنه إذا وقع شخص ما لن يكون بجانبه أي صديق، بل حتى الأصدقاء سوف يشاركون الآخرين نبش الماضي والتنقيب في قصصنا السرية والخاصة لفضحنا وتدميرنا. للأسف أنا متضايق الآن كثيراً، لا أحد بجانبي، لا أحد يدعمني. هل أنت متأكد أنه لا يوجد أحد بجانبك ويدعمك الآن؟ ومن برأيك يقف الآن إلى جانبي؟ إنهم ينتظرون سقوطي بفارغ الصبر. أعرف مجتمعنا، عودة شقيقك سوف توضحنا. إنها لكارثة كبرى أن يكون بين أفراد الأسرة فرد مثل هذا الرجل. أنا أقف بجانبك وأدعمك، لكنه أخي أيضاً. نعم أعرف، بالتأكيد أنت لن تؤذيه حتى ولو آذاني. لست أنا من أبعده من هنا قديماً، ولست أنا من طلب منه الرجوع، تباً له. لقد حفظت كلامك عن ظهر قلب. لست أنا من كتب له الرسائل، أنا لم أجره من شعره ليرجع إلى هنا، أنا وأنا. يا إلهي، كم أنت قاسي القلب. تباً لحظي، هذا ما كان ينقصنا، أن تبدأي بالبكاء والصراخ حتى يسمعك أهل البلدة. توقفي عن هذا الهراء فوراً يا بيتي. هيا اغسلي وجهك واخرجي واجلسي بالخارج في الحديقة حتى تظهري طبيعية وتبدو الأمور طبيعية. لا ينقصنا المزيد من الفضائح. توقفي عن البكاء،
هل تريدين أن تشاهدك الجارات بعيون حمراء بسبب البكاء؟ أرجوك، هيا اغسلي وجهك وضع المساحيق على ملامحك حتى تصبحي طبيعية. إن عرفت الجارات أنك كنت تبكين سوف يفتشون عن السبب، وفي مثل هذه الحالات رائحة خفيفة فقط سوف تقود 1000 أنف لألف كلب حتى يحشر رأسه في حياتنا ويفتش فيها عن أسرارنا وفضائحنا. ولكن أنا لا ذنب لي في كل ما حدث أو ما قد يحدث، إنه سوء الحظ. لو أن الأمور بيدي لمنعتها من الوصول إلى هنا. أنا خائفة أكثر منك على سمعة العائلة. نحن سمعتنا كأعمدة للمجتمع في البلدة هي ثروتنا الحقيقية، وبحال تعرضت سمعتنا سوف ننهار كأعمدة للمجتمع وننهدم ويسقط فوقنا المجتمع وننسحق تحته بلا رحمة. لنرى ماذا تخبئه لنا الأيام القادمة، لنرى. بقلم جاف. هل تعلمون يا أصدقاء من هم أعمدة المجتمع؟ إنهم تلكم الشخصيات المرموقة التي تمسك بكل خيوط الحياة في المجتمع وتتدخل في كل شيء وتحدد طبيعة حياة الآخرين بحجة النفوذ والثراء والسلطة والمناصب والوراثة والعلاقات المتداخلة. أعمدة المجتمع هي تلك الطبقة الصغيرة التي تتحكم بكل من في المجتمع، بلقمة العيش، بأكسجين التنفس، حتى بأفكار الأفراد، ولا أحد يجرؤ على الخروج عن الخط الذي ترسمه هذه الطبقة التي تدعي أنها هي من يصنع المجتمع ويحميه، ولكنها وللحقيقة هي فقط من يقبض بأصابع متوحشة على عنق المجتمع وتحاول خنقه يومياً. أعمدة المجتمع هم أشخاص يمكن إحصاء عددهم على أصابع اليدين خلال دقيقة فقط، لا شيء يجيدونه فعلياً سوى محاولتهم إقناع الجميع بأنهم حماة الحياة والأخلاق والإنسانية. ولكن من يتأملهم بعمق ويقفز إلى داخل أسوارهم ويفهمهم بشكل علمي سوف يكتشف بأنهم لا أخلاقيون بامتياز، وأن رداء الفضيلة الواسع الذي يرتدونه دائماً هو فقط من أجل إخفاء مؤامراتهم ومصالحهم الدنيئة التي يحافظون عليها بكل الوسائل القاسية حتى ولو تعارضت مع مصلحة الناس. أثرياء، رجال دين، مسؤولون وغيرهم يشكلون من تحالفهم معاً ما يسمى أعمدة المجتمع. إنهم مجرد أعمدة خادعة يختبئون خلف الأقنعة، ولكن لابد من لحظة ما تهب فيها الرياح مهما طال الزمن فتتساقط الأقنعة وتنكشف ألاعيبهم وينفضح أمرهم وتتضح حقيقتهم الداكنة. وهنا مع هذه الطبقة لابد تحديداً من أبي المسرح العالمي الحديث النرويجي الكبير هنريك إبسن، لابد من مسرحياته التي تتفنن فيها بكشف الرياء الاجتماعي من خلال اقتحامه الحياة السرية للكبار، وخصوصاً في مسرحيته التي جلبت له الكثير من المتاعب والنقد، مسرحية أعمدة المجتمع. عاش إبسن بين عامي 1828 و1906، يعتبر النقاد تجربته المسرحية بأنها كانت بداية لانطلاق الدراما الواقعية المعاصرة في الفن العالمي من خلال إبداعه لمجموعة من المسرحيات تصدى فيها صاحبها لكافة أشكال الترهل الاجتماعي والتخلف والتعصب والاستغلال وعدم المساواة التي كانت تتحكم بشكل كبير في طبيعة المجتمعات خلال القرن 19. لهذا يمكننا القول إن إبسن وبعد إبداعه ل 26 مسرحية ترجمت إلى أغلب اللغات العالمية وقدمت على خشبات المسارح في عواصم العالم خلال القرنين 19 و20، استطاع أن يرسم خارطة واضحة لما هو عليه المجتمع في الواقع ولما يجب أن يكون عليه المجتمع في التفكير المثالي. تجد
تبدأ مسرحية أعمدة المجتمع التي طبعت للمرة الأولى في عام 1877 من منزل السيد بيرنك أحد وجهاء المجتمع المحلي والثري صاحب شركة السفن. وفجأة بعد سنوات من الحياة الهادئة يرجع دون سابق إنذار كل من يوهان ولونا اللذين دفعا قديما ثمنا غاليا بسبب السيد بيرنك فاضطرا للهروب من النرويج إلى أمريكا. نتعرف على شخصية بيرنك أكثر. إنه مهتم للغاية بسمعته الطيبة، يدير مشاريعه بمشاركة فئة قليلة من الأثرياء، ما يجعلهم معا في موقف المسيطرين على مناحي الحياة في البلدة. ولكن مع رجوع يوهان ولونا وفتح الدفاتر القديمة تصبح حياة بيرنك وسمعته ونفوذه وحتى بيته تحت حصار أشباح السقوط. سرعان ما تتطور الأحداث والصراعات وتتزايد التناقضات بين الشخصيات حتى الفصل الأخير في المسرحية، حيث يقف بيرنك أمام الجميع منهارا ويعترف بتاريخه السيء وبالماضي الأسود له. أعمدة المجتمع هي صفعة مسرحية مدوية في وجه استغلال الأشخاص البارزين للمجتمع، وصفعة لكل الأكاذيب التي تغطي وجه المجتمع بطبقة سميكة من الخوف والغباء والنفاق. هذه الشخصيات البارزة من حولنا يا أصدقاء ليست أعمدة المجتمع، لقد فرضت علينا غصبا. أعمدة المجتمع الحقيقية في هذا العالم وبحسب مسرحية إبسن هي قيم الحرية والصدق والإنسانية، ولا شيء آخر غير قيم الحرية والصدق والإنسانية. بين سطر وآخر ونفس وآخر تختبئ قصة يجب أن تروى، وحكاية وجب أن تقص، ليخرج أبطالها من بين الصفحات أحرارا من عالم الحبر والورق. نقدم لك مفتاح الرواية ونفتح بابا لدخول عالمها بقلم جاف.